مرحبا بك في دبي، المدينة الأكثر إثارة وتشويقا في العالم. تجمع دبي بين عبق الماضي المدهش للجزيرة العربية ورفاهية القرن الحادي والعشرين. كرم الضيافة تقليد متبع هنا لقرون عديدة. لدى وصولك ستلقى ترحيبا حرا في مركز الاستقبال التابع لشركة The First Group في مطار دبي، حيث سيتم توجيهك إلى سيارتك الشخصية الفاخرة. استمتع بالتجول على طول شارع الشيخ زايد بأفق المدينة الأكثر إثارة وتشويقا على وجه الأرض، بما في ذلك أبراج الإمارات الشهيرة وبرج خليفة المذهل الذي يعد أطول مبنى من صنع الإنسان في العالم. رتبت The First Group مكان إقامة لك في أحد الفنادق الفاخرة، حيث سيتم استقبالك وسط أجواء الترحيب الحارة المعهودة في دبي. تبدأ جولتك بزيارة إلى المقر الرئيسي العالمي لشركة The First Group والذي يقع في منطقة تيكوم، حيث سيطلعك مندوب المبيعات على ما ينتظرك خلال اليوم القادم. And of course, one of the most important buildings is the Metro Central that you can actually see outside the window just over there. I hope you enjoyed your little tour around, and I think you're already in love with the First Group. I can see it in your face. Good, wonderful. Let me take you through a project that we've got in the marina. The views are absolutely stunning. ليس هناك مكان تبدأ منه جولتك أفضل من منتجع مدينة جميرة الخمس نجوم. إنه المنتجع الأكبر والأكثر فخامة في دبي، إن لم يكن في العالم، فهو مصمم على غرار الطراز العربي القديم بما فيه من أماكن للتسوق. تضم مدينة جميرة أيضاً فندقين فاخرين فئة خمس نجوم مطلين على شاطئ البحر، وأكثر من 40 مطعماً عالمياً، وساحة محاطة بالفيلات الرائعة. نخلة جميرة هي مجموعة جزر اصطناعية تمتد داخل الخليج العربي، إنجاز قلما يتحقق في قطاعي الهندسة واستصلاح الأراضي. أتلانتس جزيرة النخلة هو فندق يتميز بالمناظر المائية الخلابة، فهو يضم كافة المرافق إضافة إلى حديقة مائية وخليج الدلافين الممتع. مول الإمارات الملاذ الرئيسي للترفيه والتسوق. يقع هذا المول الذي تبلغ مساحته 223 ألف متر مربع في قلب مدينة دبي الجديدة، ويقدم مجموعة كبيرة من خدمات التسوق والترفيه في ظل وجود 520 علامة تجارية معروفة عالمياً. تشمل عروض الترفيه العائلي منطقة التزلج على الجليد سكي دبي، والتي تحظى بشهرة عالمية. تتواجد The First Group بقوة في المول، إذ أن المنصة الخاصة بها دائماً ما تعج بالنشاط طوال اليوم. برج خليفة أطول مبنى على مستوى العالم، إذ تبدو كل المباني الأخرى التي تنافسه قصيرة القامة، فهو يفوقها بحوالي 200 متر نظراً لارتفاعه الشاهق الذي يزيد عن 828 متراً. ولعلك شاهدت النجم العالمي توم كروز وهو يتسلق البرج في فيلم ميشن امبوسيبل غوست بروتوكول.
خارج البرج نجد نافورة دبي التي تم تصميم نظامها على أيدي خبراء كبار لتكون على شكل لوحة راقصة وسط بحيرة اصطناعية تبلغ مساحتها 30 فدانًا. تضيء النافورة ليلاً وتتألق ب6600 مصباح ملون، وتطلق مياهها على بعد 275 متراً في الهواء في عروض مثيرة متناغمة مع إيقاع الموسيقى. مجمع جميرة بيتش ريزيدنس موطن لأكثر من 30,000 شخص، وفي وقت ذاته وجهة حيوية للتسوق يتوفر بها مطاعم وفنادق ومنافذ للبيع تطل على الشاطئ مباشرة. تحتضن تيكوم ما يزيد عن 4500 شركة من بينها شركات عالمية كبرى، وتشمل تيكوم أيضاً استثمارات في قطاعات تشهد معدلات نمو مرتفعة إضافة إلى الأعمال التجارية. يجمع فندق مترو سنترال الذي قامت ببنائه شركة The First Group بين التصميم العصري والهندسة المعمارية المعاصرة من ناحية، وخدمات فندقية من الدرجة الأولى من الناحية الأخرى. And of course, as you can feel, the sofa is very, very comfortable. It's got a flat screen TV. It's got very interesting curved design windows. And, you know, the bedrooms are spacious and full of light. And basically, you feel right at home here. في فندق First Central يطل حمام السباحة بأعلى السطح على مناظر رائعة لمدينة دبي. يقع الفندق على شارع الشيخ زايد في وسط منطقة تيكوم وعلى بعد 5 كيلومترات من مرسى دبي ومول الإمارات. أحدث مشاريع شركة The First Group في منطقة تيكوم هو فندق Trip by Wyndham، أول فندق للعلامة التجارية في دبي بالتعاون مع أكبر شركة فنادق في العالم. يحتوي الفندق على 672 غرفة و24 جناحاً فاخراً ومواقف للسيارات، وعلى بعد خطوات من محطة المترو لسهولة الوصول إلى مول الإمارات ودبي مارينا خلال دقائق. مارينا دبي هي أكبر مرسى اصطناعي في العالم، وفيها تنعكس المياه المتلألئة واليخوت الفاخرة وناطحات السحاب الشائقة. مارينا دبي تضم بعضاً من أحدث المباني المعمارية وأروعها في المدينة، برج إنفينيتي المذهل ونادي اليخوت ومجموعة من الفنادق فئة ال5 نجوم والفيلات والمطاعم. وقع اختيار The First Group على مارينا دبي كموقع للتعاون مع مجموعة فنادق ويندم، أكبر شركات الفنادق في العالم مع أكثر من 7800 فندق و9 ملايين عضو في برامج الولاء حول العالم. سوف يدار الفندق تحت اسم ويندم دبي مارينا. The One Dubai Marina. هذا الفندق الرائع بموقع مركزي مقابل نادي يخوت مرسى دبي، وعلى مسافة قصيرة من دبي مارينا مول، وعلى مقربة من ممشى جميرة بيتش ريزيدنس. The One Dubai Marina هو شراكة أخرى مع مجموعة فنادق ويندم، وضمان مستوى فريد من الفخامة في المطاعم وخدمات الاستقبال وخدمات الغرف على مدار 24 ساعة. ويضم 465 جناحاً فندقياً في 22 طابقاً تم تصميمها وفقاً لأعلى المعايير، ومبنى مستقل يضم حمام سباحة وصالة رياضية ومنتجع صحي. هذا هو موقع واحد من المشاريع الرئيسية للشركة، فندق The One في قرية جميرة سيركل. يضم هذا الفندق الرائع
38 طابقاً، وعلى بعد 10 دقائق بالسيارة من مول الإمارات و15 دقيقة من دبي مارينا، وهو مصمم بطريقة رائعة ومجهز بأعلى مستوى، وعلى مسافة قصيرة من معرض دبي أكسبو 2020. إنه موقع مثالي للاستفادة من عوائد الفنادق في دبي. كما ترون الفندق يضم مطعماً على السطح، وكذلك ناد صحي يضم حمام سباحة وصالة ألعاب رياضية. هذا هو موقع واحد من المشاريع المرموقة لشركة The First Group بالتعاون مع مجموعة فنادق ميلينيوم العالمية، فندق The One في قرية جميرة تريانجل. ويقع المشروع في منطقة مميزة بجانب مطار آل مكتوم الدولي، ويبعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من الخيل أفينيو مول المخطط بناؤه قريباً، وعلى مقربة من موقع معرض أكسبو الدولي 2020، حيث سيكون موقعاً مثالياً للاستفادة من عوائد الفنادق في دبي. يضم الفندق 584 غرفة وحمام سباحة على السطح وصالة ألعاب رياضية ومنتجع صحي ومجموعة مختارة من المطاعم والمقاهي، ويطل على مناظر خلابة على ساحل الخليج ومدينة دبي الرياضية. هذه هي منطقة الخليج التجاري والتي تعرف بعاصمة الأعمال في دبي، حيث يقع أول مشاريع شركة The First Group فندق The One في الخليج التجاري. يعد المشروع رقم 14 لمشاريع الشركة في دبي. يضم الفندق 476 غرفة، ويقع في منطقة مميزة على بعد دقائق من دبي مول وبرج خليفة وشارع الشيخ زايد وقناة دبي المائية. بالشراكة مع مجموعة فنادق ميلانيوم وكوب ثورن، أكبر مجموعة تمتلك فنادق في العالم، يقدم فندق The One موقعاً محورياً ومرافق فاخرة، مما يجعله اختياراً مثالياً للمستثمرين للاستفادة من عوائد الفنادق في دبي. يقترب اليوم من نهايته بالعودة إلى مقر شركة The First Group. لقد حان الوقت لاختيار الوحدة المفضلة لديك واستعراض تفاصيل الاستثمار الخاص بك مع المستشار العقاري. تنتهي الأمسية بتناول العشاء في واحد من المطاعم العديدة ذات المستوى العالمي في دبي. يجتمع الطهاط من كل مكان في العالم هنا في دبي من أجل تقديم كل المأكولات العالمية التي يمكن تخيلها. لقد كانا يومان حافلين بالعمل والمتعة، إلا أنهما ومع ذلك مجرد لمحة لما تقدمه لك دبي. والآن حان الوقت لرؤية المارينا عن قرب، ففي الليل تغتلي المارينا ثوب التألق والسحر. عند التجول في الممر المائي تدرك حقاً مدى حجم هذا المشروع الذي لا يصدق. لا يوجد مكان آخر يمكن أن يقدم ما تقدمه لك دبي. لا توجد سوى طريقة واحدة، وهي أن تكتشف كل هذا بنفسك، ونعدك بأنك ستحظى بذكريات استثنائية رائعة لا تنسى أمد الدهر.